عزول معاكم حبيبتكم دهيا. تفرجت واحدة جزائرية دارت لو تاغ الجيريان اللي يعطوها لي كيسيون غير على الجزائر ولا حاجة اللي مختصة بالجزائر وترد عليها. باكي ما نقولكم عباكم بلي انا كنت في غليزان اللي هي الكارونتويت. الوغ قلت علاش ما نديرش حاجة كيما كارلو تاغ غليزان ولا تاغ غليزان ما بيليش. المهم هذا الفيديو غادي نحكي فيه غير على غليزان وصالح اللي عجبوني فيها وكاع الاسئلة اللي تعلق بغليزان اللي طرحوها ليا. كاين واحدين قالوا لي دي هي هذه غليزان ما كاينش في اوروب ولا با خويا با تقول لك خويا ولا اختي بليتو با تقول لكم حاجه قيم بلادك يقيموك باسكو الا انت ما درتش قيمه لروحك ما غاديش اللي يقيمك. الا حنا ما درناش قيمه لبلادنا ما كاينش اللي غادي يقيمنا. غليزان ولايه اللي هي 48 ومحطوطه في الجيري وعندها خريطه تاعها معنا بوفينا. المهم حبيباتي لي كيسيون الاول هو واش ديتي معاك؟ با فوالا غادي نوري لكم الكابه تاعي اللي ديتها معايا. انا رحت عند لافامي تاعي تماك ودرت بزاف. المهم هذه هي الكابه تاعي فوالا قارن بعد تشوفوا غالا فوالا فوالا. واش ديت معايا؟ ديت معايا في هاد الكابه ديت شغل صال ديت هذه وهذه غادي نوري لكم كاع واش راني داي فيها. هذه تاع حمام وكل شيء العرايس يدوها معاهم وما عباليش. المهم انا نبغي ندير فيها صوالحي. هذه كي نحلها قاعد تشوفوا هذه كي نحلها راح نلقى فيها كعبة واحدة اخرى. هاد الكعبة نحط فيها الدواء وريكم هاد الاخرى صغيره نحط فيها الدواء صافي بوكاشي تاع تقيه تاع الدوخه اي حاجه هكا تعرفي باللي ممكن تخصك في الطريق تاع الدواء نحطها تماك. وهذه نحط فيها المشطه تاعي وصافي. بانوري لكم هذه واش راه فيها. راني دايره المشطه تاعي باسكو انا نبغي نمشط شعري بالمشطه تاعي ما نقعدش نقول لهم سلفوا لي مشطه وعطوني مشطه كل شيء. راني دايره فيها هذه ديرها شعري كيما هكا با نديرهاش فوق شعري باش نوري لكم واش نديرها. راني دايره اولي موزي الماكياج ها هو لا شيته مع عند لافارماسي. هذا راني دايره كريم دو نوي فور ايفر باش نديرها كريم دو نوي نديرها في الليل. راني دايره ثاني معجون الاسنان تاعي ما فور ايفر فوالا. قلت لكم بلي غادي ندير لكم فيديو على لي برودوي تاع فوريفر او سي فري غادي ندير لكم عليه فيديو بصح شهواله شغل اجلته باسكو رحت لغليزان. ندي سانسكرين الوا سانسكرين من فوريفر هادي كريم تضع نحطها على جبهه السمش كضرب فيها ما تحرقنيش سورتو غليزان يعني معروفه بالحراره اللي فيها هي منطقه داخليه ماهيش منطقه ساحليه. شاي ندي ثاني ندي معايا هاتشوفي ندي معايا سوفيرال فوالا. هذا اكثر النساء يعرفوه بليتور جميع يعرفوش فامي تاعك ولا تكوني تقراي في جامعه ولا اي بلاصه تخافي يصرى لك يعني عدوى انفيكسيون ولا سبور سا ندي هذا معايا. حاجه اخرى ندي معايا ديدورون تاعي ستيك فوالا من الوا فور ايفر تانيك اللي ريحه تاعها فريمون شابه. ومن بعد كاينه ثاني كندير الفيديو على فوريفر لي برودوي تاع فوريفر لي برودوي اللي انا نبغيهم بزاف واللي نستعملهم بزاف في فوريفر راح نحكي لكم عليه ونقول لكم صوالح على هذا النهار اللي فريمون عرفتهم. ندي معايا هذا انتي باكتيريان باسكو تكوني في الطريق تبغي تاكل لك شي حاجه ولا ما تقديش تنزلي تغسلي يديك ولا تحتاجي لي حاجه تمسيها سي نورمال ندي معايا انتي باكتيريان. ندي معايا القطره تاع العينين تاعي اوبس دي معايا القطره تاع العينين تاعي هاهي على هذه القطره تروح كان جور تفوت كان جور تاعها سيبو قيسيها وبدليها. ندي معايا سكوتش تحسيش قافه تستعقي سكوتش. عندي معايا كوتون تيش تاع الودنين ما نضلش نقولهم سلفون لي وراني. وديت معايا هذه تروسه صغيره فوالا هذه سيبو عندي كملت خويات راني خويتها لكم وريت لكم كاع الصوالح اللي كانوا فيها سيبو راهي خويات. هذه تروسه صغيره واش ندير فيها؟ ندي فيها اكسسوار تاعي اكسسوار تاعي ندي فيها بايزوم ناكيش فوالا ديت معايا زوج هادو ناكيش فوالا ها هما. ديت معايا هادي فوالا
شديت تانيك معايا فيها هذا كل لبست غوب ولا فوالا وهذا جاء اسورتي مع المساك تاعي عندك المساك اسورتي معاه فوالا سا ديبون ديرها في شعري ولا متحسيتش كاع كيفاش نديره نحكم شعري ولا ندير هي جيغاينا وش تاني كديت ديت فوالا هادي نحبها بزاف نديرها نلبسها مع مناقش تاعها فوالا ها هما لا مناقش تاعها فوالا كيما هكا جاي فريمون شابه وتعجبني بزاف فوالا وتاني كديت معايا مساك داير كيما هكا فوالا هذا هو قرعة الجحد الصالح كيما هكا سيدي علاش نحب كل حاجه نديرها توست تاعها باش ما يتضروليش وباه ما نقعدش نخلط صالحي وكان بغينا حاجه ولا نسعقها نعرف وين نلقاها ما نقعدش ندور هكا هكا المهم هادو هما وريتهم لكم شتاني الكابه هذه فوالا هاد الكابه راني حاطه فيها تبديله اللي كنت خرجت سبا فوالا راح نوريكم اش درتها ديت ليكويا هذا فوالا هذا هو شوفوا مرة كي داير ديت ثاني تبديله معايا هذه اللي جا كنت متصوره بها بصح كنت لابسه مع الجين فوالا تيكو كيما هكا مع السروال تاعها بيان سور فوالا هذا هو السروال تاعها هذاك شغل نقعد بهم في الدار ولا سا ديبو ثاني نبغي نخرج كيما المره اللي خرجت رحت بهذه تريكو درتها مع السروال راني لابساته واش كي ثاني هذه تاع نرقد بها ولا نقعد بها في الدار باسكو رانا مازال الربيع ما دخلش غايه بليتو دخل مي ما في الجزائر هنا كيما قال لي واحد كومونتالي دي هي حنا ما عندناش ربيع عندنا شتاء وصيف الوغ كي شغل هذا الميمو اللي رانا فيه دي فوا يكون البرد دي فوا يكون الحمام سي بور سا ندي معايا حاجه كيما هكا فوالا هذه هي البيجاما تاعي ولا الحاجه نقعد بها في الدار جاي كيما هكا فريمون شابه فيها ليكو فيها عينين وفيها ثاني كبوني تاعها وعندها سروالها فوالا هذه هي لاكولور تاع السروال هادو راهم شايعين ينباعو بارتو هنايا نورمالمون في وهران وكل شيء خاطرشكم عارفين بلي انا نسكن في وهران فوالا هادو هما السكشوز القاشي ولا صباط يجي معاها يلبسو فوالا وتعجبني بزاف سيرتو هذا كي نقعد هكا مربعه نحكم كرعيان وقاعد نلعب بيه تعجبني هكا نحس روحي كيما بيبي صغير كي لبسوا له دوك القش تاعه فوالا هذا هو القش تاعي اللي ديته سي بون نورمالمون كابا كانت ديت معايا ماكياج بيان سور قارو نوريكم فوالا ديت معايا هذا هو الساك تاعي هذا الساك تاعي درت فيه الماكياج بصح ما عادش نوريكم ماكياج اللي ديته هنا قال لي ماشي حاجه شوفوا انا سيفري في القناه تاعي ندير ماكياج وكل شيء لكن انا في حياتي اليوميه ولا كنخرج عند لافامي تاعي ما نديرش فريمون بزاف ماكياج ندير بيبي كريم وندير كسموه بيبي كريم ندير ماسكارا و بغيون ليف ولا حاجه كيما هكا ساب حاجه فريمون 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 ساب باسكو انا ما بنشوفش بلي نحتاج الماكياج بزاف في حياتي يعني هكا كيما راكم تشوفوا فيا نبان غايه يعني مش ندير ماكياج المهم بصح حاجه هو الماكياج نبغيه بزاف 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 نبغي الماكياج نبغي هكا نجيب ندير صوالح بيزار ندير صوالح بالك ما يخرجوش عليا مي نعجبوني بزاف خاصه كي نشوف هكا في انستغرام فوتو ولا البنات بليز 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 تاغمي في انستغرام كي تشوفوا التصويره تحبوني نديرها لكم في اليوتيوب ولا حاجه هكا تشوفوها تجي غايه عليا ولا راكم حابين نجربها باسكو ماكياج مش شرط ندير ماكياج باش نخرج به نخرج به وان الماكياج هو الفن وحاجه نبغي فريمون نديرها فوالا هادو هما ماكياج ما شنو نوريكم مش درت باسكو هذاك الماكياج اللي شريته اللي درت معايا شريته جديد وراني حابه نحكي لكم عليه وفريمون سييته يعني كي خرجت لقيت اوكازي بان سيي باه بعدي كي نحكي لكم عليه ونقول لكم اسكو بيان اسكو خرج عليا غايه واش راح ناخذ اخرين باه ما نطولش الهضره في صالح اللي ديتهم الوغ خلونا اوبس خلونا نزيد حاجه اخرى قال لي واش ديتي معاك سيبو قال لي ما هو اكثر مكان عجبك شوف غليزان كان شي ناس يعرفوا غليزان فيها مناطق فلاحيه بزاف وفريمون تعجبني لا ناتور وتصورت بعد بزاف صور حطيتهم لكم في الانستغرام تاعي ولا حطيتهم لكم في لاباج فيسبوك تاعي واو عجبتني فريمون الطبيعه اكثر حاجه عجبتني فيها هي الطبيعه اللي كنا معاهم داونا زارو كيما هما يقولوا سيدي محمد بن عديتو الور انا ما جمعوا في هذا الصالح ما باليش بيهم اللي كاين هو رحت معاهم وفريمون عجبتني تما الجمايع وقعاد وناس بكري عجبني الهضره تاعهم وكل شيء هكا نبغي انا الجمايع هكا مع الناس نبغي نتعرف عليهم نبغي نتعرف على الثقافه تاعهم
حاجة واحدة أخرى عجبتني في غليزان، إيه رحنا المانيج. هذا كيستيون راه جاي. عجبني المانيج عندهم تماك فريمون روعة، حديقة شغل فيها فيها قرد، فيها ضفادع، فيها وزات، فيها صوالح كيما هكا، وفريمون عجبتني بزاف. تحس هكا أون فامي يروحوا لها كل شيء. راني مع الخضر، راني عندهم ضيفة وراني راكبة، رانا في المانيج وراني راكبة تاع البابور. أدور هاد الفيديو غادي يفوت غير تواغ. وجدت تسويقة من دركا، تواغ تواغ ما طيبش. أدور أنا باغي تواغ من دركا، فوالا راهي ركب فيهم. تواغ تواغ خلي حتى يبغي. أنا باغي تواغ من دركا. فوالا راني نبقى نلقى غير وانت تواغ. وراح شمال عبالي زعما فيينا كبير و هلك نزل غوريه نزل غوريه. هذا اللي قال لي ما هو اكثر شيء مضحك صرالك؟ حاجه اللي ضحك اللي صرات لي فيتو مش هي الضحك، وانما هي حاجه عاديه. رحنا تماك شعال من لا فاميتو، رحنا زرناهم ورحنا ندورو عندهم كشو دخلي من دار لدار. الور الدار اللي كنا ندخلو لها كانوا يحطوا لنا بغرير، ولا الدار اللي ندخلو لكم يحطوش لكم يحطوا لناش بغرير، يقولوا لنا غدوه لازم تجيو به تاكلو لكم بغرير. سما في ذاك النهار كلينا واحد 5 طباع تاع بغرير. 5 ديار حطوا لنا بغرير، يحطوا لك حاجه ما بينش. حسيت كشغل بغرير هذا طبق تقليدي ولا شغل حاجه لازم يكون. ما يحطوا لكش بغرير ما يحسش روحه بلي وكلك كشغل يقيم بيك هكا. ما باليش بالك حسب اللي حسب لنا بلي ما نعرفوش نديروا بغرير، ولا احنا نعرفوا نديروا. انا ونعرف ندير بغرير، ماما علمتني ملي كنت صغيره، ملي كنت بزه نعرف ندير بغريريتو. شكرت نقول لكم انا الور هذه هي حاجه اللي كنا نضحكوا عندها، اللي ضحكنا عليها كل ما ندخلوا قول لها غير دركا كلينا بغرير، عاوتاني حطوا لنا بغرير. كنا نضحكوا زعما نزعقوا مع بعضنا كيما هكا. قال لي ما هي اكثر حاجه مزعجه صرات لك؟ اكثر حاجه مزعجه في الحقيقه ما كاينش حاجه مزعجه صوف زوج صوالح. شوف الطرقان تاع غليزان سونتر فيل وكل شيء زعما طرقان مليح، بصح شويه ولا اور شويه تجبد على سونتر فيل يبداو طرقان فريمون كاتاستروف. هذه حاجه اللي شويه مزعجه سيرتو في الليل كي كنا نقارو لوطو تاعنا. في الليل ما تشوفش كل شيء، سا ديبون تدخل في حاجه، ولا كنا نخافو حفر، كنا نخافو الضوضانات، كنا نخافو الحدريس تماك. حاجه اخرى مزعجه اللي صارت لي في المانيج، كي رحت المانيج وفوتها غير كنا تاع البابور. الوغ كي كنا تاع البابور شدرت بغيت نصور لكم تاع البابور باين غادي تهوه. المهم غادي تهوه. الوغ هي 11 دقيقه ماذا شويه. الوغ كي كنا تاع البابور فرحت بزاف، قلت صايب هذه اوكازيون كان نقدر بالكاميرا كيما هكا والكاميرا روحي وانا توغ ونقعد نضحك ونقعد لي سوفينير وكل شيء. سخت رحت غليزان مع لافامي تاعي يوتو. الوغ هذاك اللي كنت نركب نورمال ركبنا كيما هكا الكاميرا، لافامي تاعي كان معايا، ماما وبابا تاعي كانوا يريشوا لي كيما هكا، لافامي تاعي كانوا يريشوا لي، كنا فرحانين وكل شيء. من بعد كينا جات واحد الشيره صايب ركبنا بابور، هذا ما قاليش كي دخلت كنت كاميرا وشاف فيا وما قال لي والو. والكاميرا تاعي هذه اللي ديتها معايا وشتوفوا هذه بلي ديجا بان انا وواحد حدايا بر، وكنا نقدر بها بيدي فوالا يدي ماهيش توصلها كيما هكا من هذا البعد، معناها كون حكمها بيدي فوالا كيما هكا، معناها غير انا وحاجه خدام ديجا ما كان يبان والو. وفي البابور كنت بجمع مع تالي، علاش الجماعه مع تالي؟ باش يطلع بيا بزاف، كيطلع بيا بزاف نحس روحي راني نطير هكا. ما هو عجبتني شعري مطلوق هكا داير الريح وتوغ والدبان تخلي فمي وما عباليش. المهم عجبتني فرحت. اي اش قالت لي؟ جات وحده قالت لها احيت كاميري ماش بعدها كاميري حاجه كيما هكا. اي هو قال لي ماشي يهضر معايا، قال لي حبسي باكيم الكاميرا ولا شو توخ في توخ في وجهي، قال لي حبسي كاميرا ومننا ومنين، وقرح شي هاد الحيل داخله معايا فوالا. وبعد كي قال لي انا قط نهضر مع والو شغل، هو وحده قاعد يطبخ وما فهمتش انا اش دخلها هي في الكاميرا، انا ماشي كاميرا في حتى واحد ما كان معايا، وكاع الناس اللي كانوا مجمعين من هنايا ديجا ما كانش الناس مجمعين، والزوج شيلات كانوا هنا معايا عجبتهم الحاله قالوا لي نورمال كاميري. الوغ فريمون غاضتني باسكو ماشي كاع جاس دارح، وسيرتو قاعد يهضر معايا بطريقه فريمون ما عجبتنيش، ماشي كاع فاصون طباخ لي هذيك ديجا. هذه حاجه في تاع البابور. هذه وحاجه اخرى، انايا شوف انا شيره جايه مطيعه الوالديه، معناها ماما تيدوي لي موتي موت، بابا يقول لي روحي قاسي روحك في البحر، ما سقسيش ماما عليه روح ديريكت قاسي روحي في البحر. الوغ ماما تي كندير لي كيما هكا زعما حرز الكاميرا تاعك، وانا حقت حسابني باللي قالت لي حرزي ما تصوريش. الوغ انا كي شفت كيما هكا قلت اه ماما تي قالت لي ما تصوريش، انا صايم ما غاديش نصور، معناها ما نزيدش انا ما تقول لي حاجه ما نزيدش معاها. الوغ شاه حبس فريمون غلطني باسكو هذيك لافاس تبارلي اللي هضر معايا بها ماشي كاع طريقه. ومن بعد كاينه كي كملت وجيت خارجه كيما هكا، اي قال لي اي قلت لها علاه ما خليتنيش نصور، زعما بغيت نحكي معاه فريمون باسكو غاضتني هذيك ماشي طريقه يحكوا بها. المهم شو قال لي؟ قال لي قوم أدم كمل أدم عاود نوريكم.
فوالا راني وليت. الوغ كنت نحكي لكم على هذاك اللي قاعد يطير فيا وقاعد يتوغي وحده مع باليش عليه وقاعد يقول لي ما كاميرا شو رانا كلاب نهضروا معاك رانا هنا ايماجيني ما قلت له والو واحد السيد وحده قاعد يطردك. المهم ايا انا كي خرجت منها بغيت نهضر معاه قلت لها باللي زعما هذه ماشي فاصو طبالي وراه انايا قطعتي كي تاعي وراني كيف كيف الناس وتا واحد ما يخرج معايا في كاميرا. وزيد حاجه الا كان واحد خايف على وجهه نوريك الفيديو بلي تا واحد ما خارج معايا ديجا انا ما كنتش مبان في الكاميرا تاعي وين حاره واحد اخر يخرج معايا اون بليس داك الناس اللي تما ما كانش عندهم بروبليم ابار صوف وحده هذيك مع باليش مالها قاعده تاكل فرحه وفريمون بعيده عليا كاع. المهم بعد كي نشي داك شاف فيا نورمال ما قالت لي والو راه ضحكت وكملت الطريق تاعها ديك شغل هي ما عبالهاش شغل قلت لها ليك راهي تصور ما باليش كاع كيف بانت لها. المهم هي جات عندي مامتي اللي كانوا معايا قالوا لي بلي مالكي شكاين وشكاين اي قلت لهم سامح حكيت لهم قالوا لي بلي علاه سمحتي لها الهضره تاعها كاع كون صورتي واتجاه اللي ما عجبهاش الحال كون خرج ولا ما عباليش انايا كيما هكا باسكو كاميرا تاعي ما يبان فيها ديجا كيما كنت تشوفوا كيما كرهي موريتني راني غايه ما كان فريمون حتى واحد ما يبان معايا ولي زعما توسوس ولا حاجه نوري لها الفيديو من البدايه تاع من البدايه تاع الفيديو حتى التالي ولا تلقى روحها هي بانت تماك عندك يقدر يشرك فمه ديجا حتى واحد ما هضر حتى الشيرات اللي كان معايا عجبتهم قاعد يدخلوا معايا في الكاميرا وقعدوا يقولوا لي صورينا وقاعدين يعني فوتنا وقت غايه كنا ندوغوا مي قحك لك وصورت لكم سحابه لي ملي ما بان والو كان كلشي يبان فلو مي صورت لكم وانا توغ حدي فامي وشي لاد اللي حدايا عجبتهم ثاني كل الناس كاع اللي كانوا تما قاعدوا يديروا في طبايع وقاعدوا يتوغوا وقاعدوا يغنوا قرعوا شعري راه مجبوت نشوف حي راهي من مقفله مع باليش عيره. الوغ هذه هي اكثر حاجه مزعجه ما عجبتنيش فاصو طبالي تاع داك البنادم مع باليش ماله. واش شريتي؟ واه شريت بزاف صوالح. حبيت نحكي لكم على مشتريات. شوفوا في غليزان بارابور وهران غليزان من ناحيه تاع القش فيها قش صح والقش مواشغ على وهران. انا شريت واحد لاغوطا وانا جايبه صوالح راهي. المهم غادي ندير لكم اول ومشترياتي يعني نوري لكم الصوالح اللي شريتهم. هذيك لا روب شريتها فريمون شابه بزاف 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 وشيك وإليغو ما نعي ما نحكي لكم يعني فريمون شابه. شريتها واحد 300 شي حاجه كيما هكا 300 ولا هذيك كون تجي وهران ماشي كاع شابي كيفها وماشي ماركه كيما هذيك تلقايها بحالك اوما 500 يعني حاجه دركا هاد القمجه اللي راني شريتها من شريتها 300 شي حاجه قرعوا. ايه كاين واحد يسقسوني قال لي دي هي واش هي الكسوه اللي رحتي بها بها فوالا رحتي بهذه القمجه كنت لابستها فوالا جايه كيما هكا وراني لابسه تريكو جين جو سي با لي بالكم هذا هو التريكو اللي رحت بيه. حاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم من ناحيه تاع القش يعني هما عندهم قش ورخيص على وهران. حاجه واحده اخرى ماكياج الماكياج شويه ناقصهم ماكياج واحد زعما يقول صراحه تاعي الماكياج ناقصهم ماكياج ما عندهمش لي ماغازا سبيسيال تاع ماكياج. مي رحت لواحد البلاصه اسمها حريم السلطان تماك هو ماغازا ما يبيعش غير ماكياج يبيع اكسسوار ماكياج ويحط الفوق قش سراويل صالح. المهم انا دخلت شريت من عنده جولدن روز نيل بوليش اللي هو الفيرني هذا راكم تشوفوا فيه شريته ب 25000 شريته ب 25000 وهذا ثاني فوالا هكذا تشوفوا هنا شريته ب 25000 وهذا بالذات راني شريته اللي هو هذا لاكولير اللي شريته ولا ميم مارك وكيف كيف شريته في وهران 35000 معناها 10000 ديفيرونس ما بين غليزان وهران غير في فيرني اللي شريته هذا مات
الا عجبكم قولوا لي بلي ديجا راني حطيت لكم التصويره تاع هذا في الانستغرام تاعي. الو الا عجبكم هادو نحطهم لكم في الانستغرام، ما عنديش بخل. هذه هي حاجه بغيت نقول لكم، من ناحيه تاع القش كاين قش وماشيغ وصوالح ماشيغ، مي ما نقصهم غير شويه تاع المكياج. وعبالك زعما واحد اللي حل حاله تاع المكازا تاع المكياج في وهران، مكازا تاع المكياج تاع نهضر بخف، اللي حل مكازا في وهران فهران اللي حل مكازا في غليزان فريمون فريمون غادي تربح بزاف دراهم باسكو الناس تما كتشري وزعما يعني مهم. شاف ماما هادو هما كاع الاسئله اللي كانوا. شاين اكثر حاجه ثاني عجبتني في غليزان؟ عجبتني قلت لكم الطبيعه تماك، سورتو كاين بقر وكاين واحد صالح رحت له عجبتني بزاف. نعم هيك شابه ها الاخضر ها اروح منك. وتاني عطاوني حليب تاع بقره، عطاوني البنت كانوا الحليب مروبينهم ودينوا له البن، عطاوه لي شربته فريمون حسيت روحي غايه، حسيت بشغل هكا بالراحه بالاسترخاء. ديجا نتوما كي تشوفوا بلي لا فاصون باري تاعي تبدلت شويه على لي فيديو الاخرين، يعني هكا واحد يروح يريح تماك فريمون تنسى كاع صوالح وتنسى كاع الهم تاعك تما. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم، سي بون نورمالمون ما عنديش حاجه اخرى نقولها على غليزان، سوف كو نقدم تحيه تاعي لكاع الناس اللي في غليزان، نقول لهم دي هي تحبكم ودي هي كانت عندكم تماك، وبلي بلي مزيه اللي رحت لها باسكو بدلت النظره تاعي ليها، لاني انايا كنت نعرف بزاف لي زسوار على غليزان ما نكذبش عليكم. انايا نهار الاول غليزان كنت مسميتها بلاد الظلم ما نكذبش عليكم، باسكو صرا العائله تاعي بليتو ظلمت بزاف تماك، ومشي العائله تاعي بليتو اجدادي كيقعدوا يحكوا لي اش صرا فيهم واش داروا لهم الناس ومنا ومنين فريمون طغيتني. بصح شهواله رحت وتلاقيت مع ناس يعني طيبين وعرفت بلي صوالح اللي يحكوهم منا لقنا نروحوا ديك البلاصه، روحي لها باه تشوفي المليح وباه تشوفي اللي ماشي مليح، وما تقعدش هذيك الحاقر ديك بلاصه ولا حاقر بلادك ولا نورمال خو معليش ما بليش كاش غادي نقول لكم. المهم انا راني سعيده رحت تما تلاقيت مع ناس، تلاقيت مع لي فان تاعي وحده في ديك الجارده، تلاقيت مع جارده اللي هي اللي كنت لكم نحكي لكم اللي هي اوميتو ماناج جارده اوميتو ماناج، تلاقيت معها وشافتني حبتني وزعما شغل قاعده تشوف فيا كيما انا لو صالو قاعده تشوف فيا شغل من بعيد دايره هكا شفت وحده تشوف فيا كيما هكا باينه بلي ما تشوفش غايه. ايوم بعدا كاينه انايا ما ديتش فيها باسكو داير هكا اش دخلني انايا. الوغ ايوم بعدا كاينه شغل قربت بعدا كاينه شتها تهضر عليا وبعدا شغل انايا ايتي بيطا فيها بعدا كاينه جات قالت لي بس خصك تمشي ديها. ايا داتشي كي قالت لي تمشي ديها الشعب قاعد اللي كان معاها كي شيعه كي شيعه حتى هنايا. اخر حاجه كانت قاعه اني كل شيء في غليزان نيتو مي غليزان راني شايعه فيها وفريمون هكا عنكتها وقعدت نحكي معاها هكا شيء عجبتني حاجه يعني روعه. نقول لكم ميرسي حبايبي نحبكم بزاف بزاف، نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، خاصه كاين وحدين قالوا لي بلي دي هي ديرينا على غليزان هضرينا عليها باسكو كاين بزاف ناس ما يعرفوهاش، هي منطقه يعني حكيت لكم عليها. هادو هما الصوالح اللي شفتهم، ما قادش نحكي لكم حاجه ما شفتهاش اوكي، زعما هذا الصوالح اللي سقسوني عليهم وحكيتهم لكم. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم، باغي ندير لو تاغ الجيريا سيتو بليكس بولي الكيسيون تاعكم في هذا الفيديو واش تحبوني نجاوب على الاسئله في الفيديو اللي سموه لو تاغ الجيريا. حاجه واحده اخرى بغيت نقولها لكم بلي راح ندير لكم فيديو على فوريفر، راح ندير لكم فيديو على كاسون اللي شريتهم. سي فري درت الروطار باسكو كنت في غليزان كيما حكيت معكم وقلت لكم، مي راح ندير لكم ما تقولوش بلي دي هي نساتنا. حاجه واحده اخرى رانا تفهمت انه شيرات حبيباتي بلي كي تشوفوا في الانستغرام كي تشوفوا في الانستغرام كسموه فوتو تعجبكم تاع مكياج تاغ ماي نيم ديروا لي تاغ طاغوني 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 انا يلا نشوف هذيك التصويره وشوف هذاك الماكياج اللي درته ونجي نديرها لكم في القناه تاعي. يلا واش راكم باغيين نكسر معاكم هكا نقول لكم نحبكم تهلاو في روحكم وقولوا لي واش رايكم كيما في هذه الفكره تاع كل مره نروح لولايه معينه في الجزائر ندير لها طاغ ونجاوب على الاسئله اللي راكم حابيني نجاوب عليها. نقول لكم نحبكم تهلاو في روحكم.